آخر مرة دخلت فيها في امتحان كان من 38 سنة، وبعد 38 سنة من آخر امتحان كان علي إن أنا أجتاز امتحان النهاردة. وليه الامتحان؟ لأن أنا فرض علي النهاردة إن أنا أعمل دور المحاور. امتحان صعب بالتأكيد، الناس بيتفرجوا عليا دلوقتي يا ترى المحاور ده هيعمل ايه. الحقيقة اضطررنا كده لأن احنا بنمر بالمرحلة التانية دلوقتي فيما يخص اختيار البابا 118. المرحلة الأولى انتهت باختيار خمسة من الآباء أصحاب النيافة، الأنبا تودروس، الأنبا رفائيل، وأبائنا المباركين أبونا رفائيل أفامينا وأبونا بخوميس السورياني وأبونا سرافيم السورياني. طيب المرحلة الثانية هتبقى إن الشعب بيدلف صوته، ممثل الشعب 2411 أو 2412 هيدلف صوتهم يختاروا ما بين الخمسة ثلاثة. طب على أي أساس هيتم الاختيار؟ ربما البعض يعرف نيافة الأنبا رفائيل كأسقف عام بيتحرك في ربوع المسكونة حيثما يوجد الأقباط، وربما بنسبة أخرى يعرف شعبنا نيافة الأنبا تودروس وبصفة خاصة منطقة البحيرة واسكندرية، وربما البعض الآخر وبوفرة من العدد يعرف أبونا رفائيل أفامينا محب دير مرمينا ما أكثرهم. إنما بخصوص الاثنين الآباء أبونا سرافيم وأبونا بخوميوس خدمتهم كلها خارج مصر، مين يعرفهم؟ طب كان لازم الإعلام يسلط الضوء على الآباء دول. طب يا ترى نضمن الإعلام ما يدخلهمش في مناطق شائكة في الحوار؟ أنا مش ضامن. طب نضمن إن الإعلام يبقى محايد؟ ما يبقاش مغرد يهتم بواحد على حساب الآخر؟ إذا كان أحد الإعلاميين محايد فأنا لا أضمن الآخر. فما هو الحل؟ الحل كان على لسان نيافة الأنبا بخوميس إن أنا أقوم بدور المحاور. فأرجو المشاهد العزيز يحتملني النهاردة كمحاور. طبعا على مدى خمس فقرات النهاردة أعدل لكم هنتقابل مع الخمس آباء. طب نبدأ بمين؟ قلنا نبدأ بالبركة. بارك فيك. نبدأ بالبركة. بارك فيك. هنا نتذكر كلام الله لأبونا إبراهيم لما قال له أباركك وأعظم اسمك وتكون بركة. إنما يا ترى الإنسان يبقى بركة يعني إزاي يبقى بركة؟ وإيه المكتسبات اللي تخليه بركة؟ لقائنا الأول مع بركة لأنه بالتأكيد جه من أسرة مباركة. واحد يقول له أنت يعني تعاملت مع أسرته؟ لا، الكتاب يقول لي من ثمارهم تعرفونهم. طالما أنا شايفه بركة أكيد الأسرة كلها بركة. ومش كده وبس، أكيد البركة بتاعته مش هتبقى من الأسرة المباركة وفقط، إنما برضه هيكون ورا البركة دي السن المبكر في التكريس. كلنا بنكرس حياتنا بصورة نسبية، والتكريس الكلي بيجي في مرحلة متأخرة في حياتنا بشكل أو آخر. إنما الشخص بمجرد أن ينتهي من دراسته يكرس حياته لربنا، أكيد التكريس المبكر ده هيكون سبب بركة ويضيف له في حياته بركة. طب إيه رأيكم لما يكون كمان التكريس المبكر ده مع بركة البركات مع البابا كيرلس السادس؟ ده تبقى بركة فوق بركة. ومش كده وبس، ده لما كمان يضاف إلى ذلك تاريخ طويل من الرهبنة، حوالي 43 سنة مثلا رهبنة، ده الحكاية كلها بركة في بركة. اسمحوا لي إن احنا نتقابل النهاردة في لقائنا الأول مع مصدر البركة، مع أبونا القمص الفاضل أبونا رفائيل أفامينا.
ربنا يستجيب. اهلا بك يا ابونا رفائيل. يبارك فيك يا سيدنا وجعلنا بركه فعلا سيدنا. وبركه لي ان انا اكون معاك النهارده في هذا اللقاء. يبارك فيك يا سيدنا وجعلنا بركه فعلا يا سيدنا. الحقيقه عشان نبدا الكلام مع ابونا رفائيل اسمحوا لي نبدا من بدايه دخوله في موضوع الترشيحات. بلا شك فيش حد من كل الاباء اللي دخلوا الترشيحات تقدم بذاته لهذه الترشيحات. الكل يهرب من هذه الكرامة بل يهرب من هذه المسؤولية. في البعض رشحه. هنا لنا ملاحظة على مرشحي أبونا رفائيل. اللي رشح أبونا رفائيل نيافة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر، نيافة الأنبا قزمان أسقف سينا الشمالية، نيافة الأنبا مينا أسقف مصر القديمة، نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملاوي، نيافة الأنبا ثيودوسيوس أسقف عام الجيزة، نيافة الأنبا أرمية الأسقف العام. يا ترى المشاهد العزيز ما عندوش ملاحظة على الأسماء دي؟ كل هؤلاء الآباء الأساقفة من أبناء دير مرمينة. بس في أنبا خير. ده يدل على مكانة أبونا رفائيل عند كل الآباء في مرمينة بما في ذلك الآباء الأساقفة اللي رسموا من دير مرمينة. أبونا رفائيل يمثل أب لآباء كثيرين في دير مرمينة، فإحنا بنرحب بيك أب لآباء كثيرين في دير مرمينة. وإحنا قدام أبونا رفائيل بنشتم الرائحة الزكية بتاع البابا كيرلس، بارك فيك، بنشتم الرائحة الزكية بتاع أظامينا نايح الله نفسه، وبنشتم الرائحة الزكية بتاع أب طيب القلب جدا 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 نيافة الأنبا كيرلس أسقف ورئيس دير مرمينة. سيدنا أحبائي، لما أقول أقدم أبونا رفائيل أكيد عايزين تعرفوا شوية معلومات سريعة عن أبونا رفائيل. أبونا رفائيل من مواليد 42. أبونا رفائيل من مواليد منطقة تمثل منطقة كلها بركة في مصر، حيث رود الفرج، حيث شبرا، حيث القاهرة. أبونا رفائيل خريج كلية حقوق سنة 64. أبونا رفائيل لم يعمل في أمور العالم، إنما بمجرد أن انتهى من تعليمه على طول دخل في سلك التكريس كتلميذ وشماس مع البابا كيرلس، وانتقل من خدمة البابا كيرلس كشماس مباشرة إلى الرهبنة في دير مرمينة، وترهب في 7/8/69. أبونا رفائيل الإنسان المتضع اللي أنتم شايفينه ده له الكثير من المؤلفات في الكثير من المجالات، منها دراسات كتابية، منها دراسات أبائية، منها سير أباء وقديسين، وبالأكثر سير البابا كيرلس. بكرر تاني وأقول شرفتنا أبونا رفائيل. بارك فيك. أنا قلت قدمت قدسك للناس في عناوين، إنما يا ترى شبرا القدس خرجت منها هي شبرا بتاع النهارده؟ كلمنا كده عن شبرا اللي انت عشت فيها في الفتره الاولى ابونا رفائيل من فضلك. طبعا متهيألي كان ابتداءات مدارس الاحد في جزيره بدران في شبرا كان القواد الكبار بتوع زمان والاسماء اللي كانت كلها قريبه جدا من المسبح ومن الكنيسه، وكانوا اساتذتنا كلهم كانوا قاده كبير كبار جدا في النسك في المظهر، يعني يكون في مشاكل في الحصه بتاعت مدرسه احد يصمت شويه كده وبقي يقول مصحش كده، احنا مع ربنا دلوقتي، يبتدي يوعظ تاني. فكان تسكيته لنا تسكيت يكسف، وتعلمنا منهم الوقفه الحلوه قدام ربنا واحترام المسبح واحترام مدرسه احد واحترام الدروس اللي بناخدها. فيعني بصراحه اللي تربينا على ايديهم انا بقول من يعني اسماء حلوه كلها لهم، يعني اللي فاضل فيهم لغايه دلوقتي يمكن الاستاذ شوقي فهيم عايش لغايه دلوقتي ربنا يطول عمره. ربنا يديله طول العمر. فكان شله حلو خالص تعلمنا عليهم ازاي الواحد يتمسك بربنا ويبقى خادم ملتزم في المظهر وفي اللبس يعني متهيألي الناس دي كان في عز الصيف كانوا لابسين بدل. يعني عجيبه جدا جدا، يعني انا متذكرهم كلهم كانوا لابسين بدل في الصيف،
لان مظهرهم كان زمان صحيح يعني المظهر العام في الناس كان يلبسوا بدل، لكن ما يجي واحد مثلا في عز الصيف راح مدرس لحد، طب ايه اللي خليه يلبس بدله؟ فبرضه مثال المناظر دي كلها لازقه في مخي دلوقتي، نوع من الالتزام بصفه عامه. التزام التزام. الشيء اللطيف ابونا رفائيل ان احنا النهارده في جيلنا الحالي لم حد يتكلم عن تلمذته ومصدر معرفته ومصدر اختباراته الروحيه وتلمذته الروحيه، يتكلم عن اب كاهن او اب راهب. ينظر في جيلنا ان النهارده خاطب مخدوم يقول لي الخادم بتاعي وقامته والتزامه. ايوه انا عايز كلام قدسك ده رساله موجهه لكل الخدام. الخدام ايها الخدام، انتم صانعي مستقبل الكنيسه. ده كلام صح. ابونا هيقعد مع الشاب من دول ولا طفل من دول مره في الشهر في اكتر اقل، انما الخادم متواجد معاه كتير وهو الاكثر تاثيرا عليه. كان معانا في الحصه بتاع مدرسه احد وفي النوادي، كان يبقوا موجودين في النوادي. كان عندنا نادي في مدرسه الايمان، كان هم موجودين في النوادي بشكل عجيب، كان قاده برضه ماشيين. يعملوا ايه في نادي الكنيسه؟ انا عايز ابعت رساله للمشرفين على انديه الكنيسه كنايس. يعني بيسيبوا يعني جايبين العاب كثيره جدا جدا، لكن مثالي قدام مدرسه احد موجودين. فيبقوا يمنعوا الهزار الشديد، يمنعوا الكلمه البذيئه، يمنعوا الحركات الوحشه. فكاننا برضه لسه برضه في فصل مدارس لاحد برضه. يعني ليه دور عمل فردي جوه نادي الكنيسه. هو نادي الكنيسه برضه. طب الرساله دي احنا هبعتها لطنط عشان ياخدوا بالهم منها. قدام طنط ارجوكم يحضروا، محتاجينكم في العمل الفردي جوه نادي الكنيسه. قدسك قطعت شوط في الكنيسه كمخدوم. كمخدوم. انما خدمت في الكنيسه ولا انتقلت على طول في خدمه التلمذه تتلمذ ايضا؟ هنا اتلمذت على خدام وهنا بعدها انتقلت للتلمذه على اب الاباء البابا كيرلس. اعتقد الشعب القبطي ابونا كله مشتاق لهذه المرحله. القدوه ابونا رافائيل تلميذ البابا كيرلس، ماذا استفاد وماذا اضاف كتلميذ للبابا كيرلس؟ اضاف كمان يعني بس اكيد انت كنت بتعمل على راحته. كيف كنت تسعى لاراحه البابا كيرلس؟ هل باخفاء المعلومات عنه ام توصيلها ام باسلوب معين للتوصيل؟ ازاي يعني؟ بصراحه الواحد كان ممكن يوصل له كل حاجه الا الادانه. الادانه دي انا اتعلمت منه مرتين حصل في حياتي، انه انا وصلت له كلام عن شخصيه في الكنيسه اللي محيطين بي، كان شقيق البابا كيرلس السادس، كان انبا مينا رئيس دير مرمينا، يعني الناس المحيطين بينا احنا برضه، يعني اعتبروا اللي اقدم مني في التلمذه، وقالوا لي لازم تقول لسيدنا على كل حاجه. فانا دخلت وقلت عن سيدنا حصل كذا كذا كذا، حتى ابونا مينا بيقول، حتى اخوك الكبير سيدنا بيقول. فضل يسمع يسمع، وبعد كده في الاخر سال اللي بيعمل معاك انت ايه؟ قلت له معايا محترم من كارسن وكل حاجه حلوه معايا، قال مالكش دعوه بغيرك. فطلعت بره قلت ايه ده؟ طب انا اقول له ايه؟ طب بعد كده ده يعني بعد كده بقى قلت طب انا مش هدخل نفسي في الادانه، مش هوصل له اسماء حاجات وحشه. جيت بعد كده ما وصلوش السلبيات. سلبيات. جه بعد كده مره ثانيه برضه واحد من اساقفه برضه كان برضه بيتكلم كتير عن سيدنا وحش، دخلت قلت له، قال لي انا عارف كل حاجه، هات له فنجان قهوه. برضه قلت يا ريتني ما كنت قلت له. ف يعني الحتتين دول بصراحه انا احبها جدا جدا لغايه النهارده. لا اتدخل في اني اوصل اي حاجه وحشه لاي رئيس او اخ حتى. ما يعني صراحه انا استفدت بيها جدا جدا، ان انا يعني عدل يعني مسح الادانه من قلبي، ودي برضه جهاد كبير عشان يمسحها من قلبي. طبعا. فانا برضه فرحت بيها وتبقاني بنفسي جدا ان انا اقول له، بس هو كان بيعرف ما كانش مستعد. دي هتنقلنا من الادانه باللسان وقفة إلى عدم الإدانة بالفكر كمان. ده التدريب الأصعب. إزاي إن أنا ما أدينش الفكر، أحاول أبرر الشخص يعني أو أبرر الموضوع عشان ما أعيش في إدانة للشخص. أيوه. لأن أنا لو فكري انشغل بإدانة الآخر ربما لساني يقذف عبارات فيها إدانة. في إدانة برضه. ودي بتزعل الناس، يعني مش هنوصل لحاجة غير تزعل الناس، وبعد كده الأيام هي بتصلح والناس بتتوب بتبقى حلوة. فليه احنا نسوي سمعتها عن الناس بتروحهم الكبار او حتى اخواتهم حتى. البابا كيرلس كبابا للكنيسة كان يتميز بان سلاحه الاول في رعاية شعبه الصلاة. انما انا كمان بشوف اكيد كان مدبر،
لأن البابا كيرلس مدرسة، يعني فكرة الأسقف المتخصص أو الأسقف العام دي مع بداية عهد البابا كيرلس. بالضبط. احنا ما تعايشناش مع بابا كيرلس كإدارة كيف يدير هذه الكنيسة. فبرضو أحب أسمع من قدسك عن نجاحات البابا كيرلس في إدارة الأمور، كيف يدير الأمور كبابا للكنيسة. يعني أنا أقول موقف معين كده، وبرضو مع كده ممكن نشرح أكتر. يعني كان في هيئة اسمها هيئة المجلس بدأ المجلس من اللي هيئة المجلس لإدارة البطركية شؤون المالية فيها. وكان رئيس اللجنة دي إبراهيم نجيب، كان وزير السياحة. فكان يقعد معاهم في اللجنة ويطلع إبراهيم نجيب. أنا ما بقعدش معاهم، ما أقدرش أخش أقعد معاهم، لأن أنا يعني بس بدخل الناس وأطلعها، لكن أنا أقعد بره. فالدكتور إبراهيم نجيب كان يطلع من عنده يقول يا خبر أبيض، أدينا قعدنا 3 ساعات كل اللي قلناه جاي في الآخر قال كلمة واحدة كانت هي المطلوبة. هل ده عمل روح القدس؟ فده مش عارف، هو عمل روح قدس وهدوءه وسمع كل حاجة زعلي. فسمعتها كتير قوي الحتة دي. هل بابا كيرلس كان يميل للعمل المؤسسي بحيث يدي تكليفات لآخرين وكل الأمور تبقى في إيده هو؟ لا لا، كان موزع. موزع الوكيل بتاع البطرخانة ماسك حاجات، المجلس الكريكي بتاع كان في احوال شخصيه مجلس كان في كان برضه مع جروب كويس. انما هو اللي كان ياخد القرار في المجلس ليك ولا هم اللي كان ياخدوا القرار؟ يعني هو القرارات اللي هي ما هو عايز ياخد فيها قرار كان لازم يرجعوا له. لكن القرارات اللي يقدروا يخلصوا بيها كل حاجه تمام كانوا 5 من اكبر الناس. يعني انا فاكر منهم دكتور ابونا ابراهيم عطيه، ابونا انطون عبد الملك. شخصيات جبار قوي. شخصيات كانت كبيره. ابونا ابراهيم عطيه كان مدير كليكيه طبعا مشهور. ابونا انطون كان في حميه الزيتون. ابونا مرقص غالي كان وكيل بطرخان وكان برضه عضو المجلس. شخصيات كلها تشعر ان هي شخصيات حنونه وحازمه. مش شخصيات تتلعب بيها ابدا. وبقيه بيخشوا عنده بقى في الاخر، يا سيدنا عندنا كذا كذا كذا، يقول طب اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا. بس حالات كانت قليله قوي زمان. اذا هو يعني في يتناقش فيها برضه يبقى الاخر هم يقول رايهم وبكره يقول رايه برضه. يعني لازم يسمع، يبقى قرار جماعي. يعني قدسك هنا من خلال بابا كيرلس تؤمن بجماعيه القرار. جماعيه القرار بمعنى البابا ده لازم يبقى معاه مجموعه عمل، سواء المجمع المقدس او لجان فرعيه وكل لجنه متخصصه في مجالها. الخلاص بكثره المشيرين. فالكلمه دي في سفر الامثال اللي اتقالت 2 او اكتر. انما مهم فيها قوي كمان الصلاه والتأني في اختيار هؤلاء المشيرين. الصلاه والتأني في اختيار المشيرين. يعني قول لنا قصه من الكتاب كده على المشيرين اللي اضروا وافادوا. يعني انا هقول برضو من خلال بابا كيرلس برضو متهيألي كان هو عنده ناس بقى غير المجلس الكريكي. من ضمنهم كان ابونا داود مرقص، ابو ابونا بخيل داود، يمكن في ده لسه متنيح قريب. كان في كنيسه ملك مخيل الابلي، وبعد كده راح الفجاله. وكان من اصدقاء بابا كيرلس جدا، لانه يعني بابا كيرلس لما طلع من دير البراموس سنه 36 نزل على ابونا بخيل داود في كنيسه ملك مخيل الابلي واحتضنه هو والرهبان بتوعه. وبعدين الرهبان رجعوا الدير، فجاء ابونا مين متوحد قال له خلاص انا هطلع في الجبل فوق. فطلع في الجبل فوق لغايه سنه 41. بعد 41 ابتدى ينزل تاني مصر قديمه، لان الانجليز قالوا له ما تقعدش دي منطقه عسكريه. وابتدى يروح الكنائس في مصر القديمه لغايه ما قعد كنيسه مرامين. فده من ضمن الناس اللي هم. وبعدين ابونا مرقص داوود بتاع مرمرس شبرا، ابونا حنا جرجس بتاع الاصدقاء. شخصيات جباره. انا بقول شخصيات طبعا كان لهم يعني لهم شخصيه لهم فعل في الكنيسه جبار جدا. فانا ما اخشش عن سيدنا عشان اسمع بيقولوا ايه. لكن انا لما دخلت مره مش عارف سيدنا كان عايز حاجه، فابونا بخيل داود واقف بجوار بابا كيرلس. بابا كيرلس قاعد وهو واقف، وعجوز اعجز من بابا كيرلس يمكن ب 20 سنه. سرد ايده على الكرسي كده ولقيته بيقول لي انت ايه ده؟ وانت علمتنا كده؟ علمتكم ايه امال؟ لا علمتني تطول بالك شويه. يبقى الحديث ان بابا كيرلس بيقول له انا هعمل كذا، ابونا داود بيقول له ما تعملش. بس بطريقه دي عجيبه. وبعدين اقول طب هو يزعل منه؟ لا، ده كل اسبوع جاي له وتخش يقفل على نفسهم. لو انا دخلت برضه هلاقي نفس الحركه بشكل عجيب. فهذا فكره المشيرين وبس مش بس المشيرين اللي هم
مش بيطبطبوا عليه، ده المشيرين اللي بيقولوا له انت علمتناش كده لازم تعمل كذا وكذا، يعني المشيرين اللي هم يعطوا له نوع من الاداره، مش هو اتكل على المخ عشان هو بابا الكنيسه. شكل عجيب عجيب، بس هو كان بيشوف بابا كريس كان يقعد، ودول اكبر منه، ما شفتش حد قاعد جنبه ابدا. كورت كان يقف يسندوا على الكرسي على عاملين ايديهم كده ويفضل واقف جنبه، ويفضل سيدنا يكلمه كده بشكل عجيب، يعني هي هيبه مع احترام مع حب مع تواضع مع نسك. يعني الشيء اللطيف ان هم واقفين وفي نفس الوقت يوجهوه يعني شيء يعني احترام البابا ده شيء، انما نشاركه في الفكر وفي الراي ده شيء اخر. ياخذ كرامته كبابا، انما هو كمان ينبغي ان يرجع للمشيرين. ابونا اوثك خدمت مع البابا كيرلس فتره وانتقلت لمرحله دير ماريمينا في بدايه تاسيس دير ماريمينا. احكي لنا عن عمل ربنا كده في دير ماريمينا، وخاصه في البدايات الاولى. في البدايات الاولى كنا يا دوبك الدير عباره عن اوض بدون سور في وسط صحراء جرداء من كل ناحيه، لكن العرب بصراحه بقى يعني حبوا البابا كيرلس جدا جدا، لانه كان اول ما يجي يزور دير ماريمينا المطر ينزل، يجوا كلهم جري بيشكروا هذا الرجل بسببه نزل المطر النهارده، ده احنا بقى شهر عمال نصلي ونقول استس او مش استس او، بعد كده بص تلاقي بكرز جاي صلى صلاه صغيره نزل المطر، فحبونا يعني شعور ان البابا صلى المطر جه بسبب صلواته، فحبوه جدا جدا وكانوا عاملوا معانا احنا علاقات حلوه جدا معاهم لغايه النهارده. يعني علاقه العرب اللي حوالينا بدير ماريمينا علاقه حلوه جدا جدا، بحيث ان هم ممكن يدافعوا عن الدير بشكل عجيب جدا جدا جدا. وبعدين برضو كان لما يجي بعد واحد مثلا عنده مرض جرب ولا حاجه، اروح يقول لي عايزين نقابل سيدنا ولدنا، اقول طب اقول له اجرب اديله شويه مرهم، يقول انا جايب لي المرهم في الاكزخان، احنا عايزين صلاه البابا. فبرضو دي كان عجيب جدا قدام الناس كلها مش مسر مثلا. مقاسي مشهور كمان التراب بتاع ماريمينا ممكن بيعمل عليه دور في هذا الامر، يعني معجزات كبيره. وطبعا احنا يعني اول برضو العجيب برضو ان بابا كيرلس نفسه كان يجي دير ماريمينا يقعد بالشهرين والثلاثه، واسكندريه يقعد شهرين ثلاثه، وبقى ينزل مصر يقعد ست اشهر. فالثلاث اشهر بتاع دير ماريمينا جت في الشتاء انقطع عن العالم كله، لا في جرايد ولا في تليفون ولا في اي حاجه، التمسك بالحياه الرهبانيه وهو لا زال بعد بابا وبطريرك. يعني القوه في حياته الرهبانيه وحياته الروحيه هو ده المدخل اللي عمل ربنا من خلاله. يعني الوكيل بتاع البطرخانه جاي ومع الجوابات ومع الظروف عشان يقابله، والمطر نزل الجرار راح له ولا قدر هو يقدر يوصل لنا، وساب خبر في المحطه ان الوكيل بتاع مصر او وكيل اسكندريه جه ومشي، يستنى الاسبوع اللي بعديه يمكن يجي ويمكن ما يجيش. والاكل بالسريه دي نفس برضه، الاكل برضه كنا كده، الاكل كان يجي كل يوم سبت، اذا مر إذا اليوم ده كان مطر جديد جامد جدا يستنى السبت الجاي، لانه البطرخانه في اسكندريه كانت تبعت الاكل كل يوم سبت، لو ما جاش يبقى خلاص. زمان البطرخانه كانت تبعت اكل الدير كله، اكل الدير انا كل سبعه دلوقتي الدير هو اللي بيبعت للبطرخانه في اسكندريه كل يوم احتياجات اخوه الرب. مجد الله. برضه المشاهد العزيز يعرف مجد الله انه دير ماريمينا بيقوم الحقيقه برعايه اخوه الرب من سنوات عديده، ودي بركه البابا كيرلس، بركه الاباء اللي زي ابونا رفائيل اللي موجودين، اللي تحولت الصحراء في دير ماريمينا الى يعني مزارع ومنتجات بتخرج عنها وخيرات تفيض على اخوه الرب واحتياجاتهم. ابونا البابا شنوده في خدمته امتد وانتشر خارج مصر، انما الحقيقه من اهم النقاط البابا الوطني، لدرجة أن يلقبوه في كثير من الأحيان بابا العرب. هو اللي غرز فينا الفكرة أن مصر دي وطن يعيش فينا أينما وجدنا، جوانا مصر، خارج مصر مشتاقين نرجع لمصر، خارج مصر يحلو الحديث عن مصر، وده اللي كنا بنشوفه في قداسة البابا. ألا تعتقد معايا أن الفترة الجاية محتاج بابا الكنيسة يقود، يستمر في هذه المسيرة في توطيد العلاقة بين الكنيسة والأزهر، الكنيسة والشارع الإسلامي، لأن سلامة البلد إلى حد كبير بابا الكنيسة لها دور فيها.
أنا دايما بقول لابد أن يكون في قنوات بيننا وبين جميع الطوائف الداخلية والخارجية. هذه القنوات لابد من الاتصال دائم بالبابا أو بالمحيطين به، إذا كان سكرتير المجمع المقدس أو هذه القنوات هي اللي تحل كل المشاكل. نعرض عليها. هل بس سكرتير المجمع ولا ممكن يبقى من الأراخنة بتوع الشعب أدوات سيدنا البابا في العمل؟ ضروري اللي حوالين سيدنا البابا بيعمل، هو واخدين التوجيهات منه أن يبقى فيه قنوات وما حدش يعتدي على هذه القنوات. لأن يعني بتحصل أي مشكلة ونبتدي إحنا ناخد حقنا بإيدينا، لا لا ما صحش، ناخدها بالقنوات الحلوة ونكبر الناس اللي معانا يكبرونا ويقفوا معانا، لأن هم مصلحتهم إن البلد تبقى في سلام، مصلحة الطائف كلها إن يبقى فيه محبة، مصلحة العالم كله إن يبقى فيه محبة، ولابد يكون فيه قنوات للمحبة والسلام والمشاركة في كل صغيرة وكبيرة، بحيث إن يبقى فيه نوع من الاحترام المتبادل، الاحترام المتبادل يجيب المحبة المتبادلة. أبونا رفائيل أنت اديتنا بركة. ربنا يبارك فيك يا سيدي طول عمرك. كل الشعب اللي قاعد شايف أبونا رفائيل خد بركة أبونا رفائيل، خد بركة الأنبا كيرولوس أسقف دير مرمينا، خد بركة أفامينا، بركة الأنبا بولا تعيش، خد بركة البابا كيرولوس. ربنا يحفظه يا سيدي. نكرر ربنا يجعلك بركة. يا رب باركتنا، اسمع منك باركتنا يا أبونا رفائيل، اسمع منك يا سيدي باركتنا يا أبونا رفائيل، حللنا خدنا بركة حبيبي، خدنا بركة حبيبي، خدنا بركة.